بحول الله تعالى وقوته. فلذلك عقدنا اتفاقية مع التنمية المدنية، مشكورين، مشكور السيد المدير العام على هذه الاستجابة من أجل تكوين شبابنا في مختلف أنحاء التراب الوطني وشباب المجلس الأعلى للشباب لاكتساب مهارات الإسعاف الأولي ولاكتساب مهارات يعني تقديم المساعدة في مختلف الظروف الصعبة والكوارث التي يمكن أن يشهدها وطننا العزيز. مع الهلال الأحمر كذلك عقدنا اتفاقية من أجل توطيد العلاقات والقيام بالعديد من الأنشطة التي من شأنها نشر ثقافة التطوع ونشر ثقافة المواطنة في المجتمع ومساعدة مختلف الفئات الهشة بحول الله تعالى وقوته. مع جامعة ويرلا ومع مخبر تمكين الشباب سياسيا كذلك عقدنا اتفاقية من أجل التعاون من أجل تعميق هذه المعالي ومرافقة المخبر وكذلك استفادة من نتائج الدراسات التي تقدمها الجامعة.